منك أنت غير شجعها تفحص، فأنت الزوج والعون والسند الذي تحتاجه من أصيبت بمرض سرطان الثدي بضرائها هذه قبل سرائها. شعار يلخص ما نقول بأن العلاج المعنوي والدعم النفسي لمصابات السرطان أهم بكثير مما يقابله من الناحية الطبية. هذا ما روينه ناجيات من مرض سرطان الثدي في قصص حياتهن الجديدة لكاميرا الام بي سي. أكثر شيء اللي ساعدني على الشفاء هو دعم زوجي، دعم أولادي، دعم عائلتي إلي، بس الأساس في الدعم هو الزوج. أكثر شيء هو اللي بيأثر على يعني إنها المرأة يرفع معنوياتها، رفع المعنويات، الدعم بيرفع جهاز المناعة، بتصير تقاوم المرض، وهذا كتير بيساعد دعم الزوج. أهم شيء الزوج بصراحة. يبقى عليك هو تحمل تبعيات العلاج، أما الراحة النفسية فهي متحققة بدعم الزوج، وهذا فضل الله عز وجل. دعم الأهل، صمودهم، وقوفهم إلى جنبك معنويا، ماديا، اجتماعيا، بيعزز الثقة في نفسك. متى ما تعززت الثقة في نفس الإنسان مباشرة تغلب على نصف مرحلة العلاج. أكثر شيء بيساعد المريض على أنه يتخطى هاي المرحلة بالذات دعم الزوج بالأول، والولاد طبعا، والأهل، الأب والأم والإخوان. لكن لما بكون الزوج داعم بصراحة هاي بتعطي يعني معنوية كتير كتير أحسن للمريض. كثيرات هن من يصبن بمرض سرطان الثدي، والأكثر من يخفن ترك أزواجهن لهن أكثر من خوفهن من المرض نفسه، فيقف هذا الهاجس سدا منيعا يمنع الأنثى من الفحص المبكر، طريق نهايته الموت. أما هنا شعار يفتح أبواب الأمل لبقاء مصابات على قيد الحياة، وبذلك الشعار يمكن القول بأن وراء كل ناجية من مرض السرطان رجل أمسك بيد زوجته موصلا إياها لشط النجاة. للأسف نحن عم نواجه مشكلة، مشان هيك حبينا أنه نوجه الحملة للرجال، انه في كتير بعد من السيدات ما بتتوجه للفحص خوفا من النبث، وخوفا انه المجتمع ينبذها، وكمان انه عائلتها وخاصة زوجها ينبذها. فمشان هيك نحن عم نطلب من الرجل انه يوقف جنب زوجته، انه يشجعها. انا زي ما دايما بقول حسب المثل المعروف، وراء كل رجل ناجح امرأة، وراء كل ست استطاعت انه تقدر تمر بعلاج ضد مرض السرطان، سرطان الثدي بالذات، بكل طمأنينة وبكل شجاعة لازم يكون وراءها رجل طيب، مؤمن، ذكي وصالح، اللي هو لازم يتصرف كزوج انه يدعمها اثناء العلاج. لا بديل لطرفي معادلة مرض السرطان، فإما الموت وإما الحياة. حياة لا تستطيع أن تعيشها الأنثى من جديد دون أن يكون هذا الشعار واقعا يعيشه الرجل، لتعيش كل أنثى أصيبت بمرض السرطان. شعار لو لم يعمل به الرجال سيبقى بضع كلمات وصور. لبرنامج MBC في أسبوع ماذا العضايلة، عمان.